اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. أنجو ريحان أكيد بتتابعيها في عمل أو مسلسل جمع الممثلة أنجو ريحان بالكاتبة نادين جابر. شو اسمه المسلسل أو العمل؟ غزل البنات. ألف مبروك لأليك كمان. هل قسيمة الشرائية أو القسيمة من عند مركز نونا باز؟ كمان صبية تانية منشوف إذا رح تكون رابحة. تانكيو سحار، مساء الخير. مساء النور. اسم الكريم؟ رودان. رودان. نعم رودان. كمان نرجع نسألك أنجو ريحان معنا ببيروت في عمل أو مسلسل جماعة بالكاتبة نادين جابر. شو اسم هالعمل؟ غزل البنات. ألف مبروك هالقسيمة من مركز نونا باز. وكمان لنشوف في عنا عباية من مصمم كان بضيافتنا فراس، أو فراس أبو حمدان. داني لو سمحت العباية. اسم الكريم؟ صابرين. صابرين كان بضيافتنا المصمم فراس ابو حمدان. رح نشوف العبية انا وياكي، بس اذا عرفت تجاوب على السؤال وربحتيها. معنا النجمة ومقدمة البرامج اللامعة الين وطفة. شو اسم البرنامج اللي بتقدمه على قناة الام بي سي؟ ستايل. الف مبروك هالعبية كمان منشوفها، بس نحن شفناها قبل بالحلقة بس لنرجع نتذكرها. استوحيها فراس ابو حمدان من علم لبنان الأحمر، وكان في معه بلت أحمر أخضر، وكمان كان في معه بلت أحمر بقلبه. ألف مبروك. رح نتوقف دقيقة قليلة مع الإعلان ومصممة الأزياء زينة صليبي اللي حابة تتقدم لها التيار، تنشوف إذا رح يكون من نصيب الست الموجودة معنا اليوم بأسواق بيروت. مساء الخير. أهلا. مساء النور. رمضان كريم. وعليك كمان. الاسم الكريم؟ دولي. أردو؟ دولي. دولي، اهلا وسهلا فيكي دولي. دولي ضيفتنا اليوم بريجيت ياغي اللي هي ممثله وفنانه بذات الوقت، شاركت بمسلسل صبايا بالجزء الرابع، اما بالجزء الخامس هل شاركت ام لا؟ اذا اعطيتيني الاجابه الصحيحه من عليك الف مبروك على تيار اللي هو من تقدمه مصممه الازياء اللي كان ضيفتنا امبارح زينة صليبي. لا ما شارك. صحيح. الف مبروك لك ورمضان كريم دولي. ميرسي لكم. قبل ما نتوقف احنا وياكم مشاهدينا مع فاصل اعلاني، رح ننتقل تتابع تقرير عن الموفامبيك جيم، وهالتقرير هو من اعداد زميلتنا جويس عزار.